دي كانت كل الأخبار اللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. طبعا هنروح لأخبار أخرى وبعض الأخبار الخاصة بقطاع الناشئين، وكتير طبعا دلوقتي بيتساءل عن مواعيد الاختبارات الخاصة بناشئي النادي الأهلي، خصوصا أنه هو أكيد حلم لكل اللاعبين وكل الشباب ان هم ينضموا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، املا في استكمال المشوار الطويل في كره القدم والتالق، وطبعا حمل تيشيرت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي، وده بيبقى اكيد حلم بالنسبه لكل المصريين وكل الاشبال والناشئين اللي بيتمنوا ان هم ينضموا للنادي الاهلي. فبالتالي متوقع ان يكون في عدد كبير جدا بالالاف يكونوا متواجدين في اختبارات النادي الاهلي في مختلف الاعمار السنيه الخاصه بقطاع الناشئين. خليني اقول لكم التفاصيل بالظبط، ويمكن كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني اعلن عن تخصيص ايام السبت والاحد والاثنين المقبلين المرحله السنيه 2006 2007 2008 2009. الاختبارات هتبتدي زي ما قلنا يوم 30 ان شاء الله من الشهر ده، وهتستمر حتى يوم الخميس ان شاء الله مع الشهر المقبل او مع بدايه مع نهايه الاسبوع بالتحديد. يبقى يوم السبت والحد والاثنين المقبلين هيكون مواليد 2006 و2007 و2008 و2009، وايضا هيكون ايام الثلاث والاربع والخميس المقبلين ان شاء الله هيكون المرحله السنيه 2002 و2003 و2004 و2005، وايام السبت والاحد والاثنين الموافقه يوم 7 و8 و9 من شهر المقبل هتكون الأهلي في مدينة نصر والشيخ زايد. يمكن شهدت إقبال كبير زي ما قلنا، وهتم إغلاقها أو هتنتهي يوم الخميس المقبل. نتمنى لكل الناشئين أو كل من يرغب في الانضمام للنادي الأهلي. النهاردة كان آخر يوم للاستمارات، طبعا النهاردة الخميس زي ما احنا عارفين كان آخر يوم للاستمارات بالنسبة للنادي الأهلي، وشهدت إقبال كبير جدا. نتمنى لكل الراغبين في الانضمام للنادي الأهلي وإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق، وإن احنا نكتشف عدد كبير من اللاعبين يكونوا إضافة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ومن ثم إن شاء الله مع مرور الأعوام إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي.